عليكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى 25. استقبلوا تليفوننا الثاني وضيفنا الثاني اليوم في فير بلاي، محمود الوداني، وكيل اعمال الثنائي النيجيري للسي اس اس كينغسلي ايدو، كذلك كينغسلي سوكري. محمود اهلا بك. خويا غالي مرحبا بك. الصوت بعيد شويه محمود، باهي مرحبا بك، وكان تحاول تنقل شويه من البلاصه اللي انت فيها. اي خير شويه. باهي محمود، اكيد قضيه الثنائي النيجيري كينغسلي ايدو كذلك كينغسلي سوكري، البارح كنت تقابلت مع مسؤولين تاع نيتس فيكسي انت بخصوص الثنائي زوج اللاعبيه نتاعك، وشفت في تدوين عليك على فيسبوك قلت انه سوكري تقريبا تفضلت الامور معاه، اصبح كل شيء واضح، في حين بالنسبه لايدو الوضعيه مازالت غامضه. باهي اعطينا شنو صار من اللول بكل حتى لليوم محمود. بق اللي صار خاص كما نقولوا نحن مشكل معنوي معناتها عند الجوارات، خاصة في ظل الكونفينمون، دونك فماش فلوس ما فماش كذا، نعرفوا الوضعية عالمية، دونك شكون شكون باش يدور الجوار؟ ديما يدور الوكيل نتاعو يقول له شو الحل شوف كذا، دونك كيفاش عليك ما فينا حتى رد، ونعرف الوضعية معناتها من اللي دوكو فيه فما اشكال. دونك نعطيك حتى مثال بسيط بالنسبة لسوكاري، وصل انه معناتها مشى لدار جونيور لوكوزا، هذا نعطيك سكوب من سفاقس، نقل في وقت الكونفينمون باش جونيور لوكوزا معناتها بالمناسبة نوجه له التحية بالطبيعة، ومعناتها قام معاه بالواجب، فهمت؟ ما لقاش وين يسكن معناها هكا. دونك كي رجعت معناتها رجع في الكونفينمون وصار الاجتماع نتاع رئيس المدير نتاع نادي سفاقسي باللاعبين، استنينا الاجتماع هذاك باش نشوفوا شنو هي القرارات، شنو هي الحلول في الامور هذيا معناتها الماديه خاصه، نعرفوا هذا يخص الجوارات الكل في تونس الكل. ما نكذبش عليك، الحلول اللي لقاتها هيئه المدير النادي الصفاقسي ما كانتش انتظارات اللاعبين. الجوارات قال لك خويا انا لعبت صبرت برشا من ديسمبر وانا صابر، هذه مطلقة ماهيش موضوع نتاع كونفينمون، ماهوش موضوع ديسمبر ماكش تحكي في كونفينمون، سيرتو معناتها سيرتو بالنسبة للسكري عنده متخلف بالذمة اللي ديجا في شهر جانفي عملنا الجو دولار نتاعو، فهمت؟ دونك اللي هو كان في حدود 50,000 دولار قسمناهم 25 و25، خذا 73,000 دينار في جانفي للشيونس اللي بعدها في فيفري أريزونا هذوك نتاع 73,000، فهمت؟ دونك ما صارش الخلاص نتاعهم، التراكمات هذيك الكل معاهم زوج نيجيريين مع نفس الوكيل مع كذا مع كذا، دونك قعدنا في إشكاليات، توصلت ما نكذبش عليك ما لقيت حتى حل، هبطت التدوينة هذيك، صار تجاوب فهمتني من المدير نتاع نادي الربيع الصفاقسي، هذا هو خويا. دونك تنقلت لصفاقس بالطبيعة في المنصف ما بتعرف في المنصف بعيد ديما نقول كذا. أنت قبل تدوينة كلمتهم محمود ولا؟ إيه كلمتهم قبل تدوينة؟ كيفاش قلت له؟ قبل تدوينة تواصلت مع المسؤولين ولا لا؟ هما اتصلوا أي قبل التدوينة بالطبيعة اتصلت بهم، اتصلت بهم حتى قبل العيد يعني. ما فماش تجاوب معناها؟ لا ما فماش تجاوب، نعرف علاش، على خاطر ما عندهمش يجاوبوا، ما فماش ما فماش فلوس. فماش ريبونس، ما فماش فلوس واضح، ما عرفتش نجاوبك اش نقول لك. باهي. كانت حاسين روكي هبطت التدوينة هذيك. اتصل بي السيد رئيس الفرس المعز المستير مشكور مع السيد الدكتور جليل، وبدات اتصالات الجور ما نكذبش عليك، كانوا ايزون كورا معناتها ايزون كورا، وقالوا لي سي بيان. وقت اللي اتفقنا باش نتنقل للسواق ونلقى حل توافقي، بالطبيعه الحل لازم يكون معناتها 70-80% من المتخلف بالزمره. خاطر ديجا تحكي في ديسمبر ونعرف وضعيه صعيبه، ونادي نادي السواق واش يكونوا كيما الناس الكل جوارات برشا مش خالصين وكذا وكذا. حسيت اتصل بيا في المنصب خماخم وقال لي يا محمود راه رايي هكا هكا راه باش نعطي شهريه برك. قلت له المنصب ما فماش علاش جاي انا باش نكون واضحين، خاطر باش نضيع وقتي ونضيع وقت الجوارات ونضيع وقتكم انتم على سبيل العلاج. فهمتني ولا كنا نسقنا مع خونا لابوكا باش اذا كان ما فماش حل نوليو معناتها نعملوا معناتها الاجراءات القانونيه اللازمه. الوقت اللي صارت لاميلاسيون هذيك نتاع الديبلاسمون نتاعي اتصل بيا سي معز مره اخرى وسي محمد جلال، دكتور محمد جلال نائب الرئيس، وقالوا لي راهو سي منصف تعرفوا كيف نرفز كذا، قلت لهم هذاك اخونا كبير وكذا. صارت تنقلت وقت البارح وعملنا الجلسه الاولانيه
الجلسه الاولانيه باش نكونوا واضحين في لي دو دوسيي، والدوسيي الاصعب هو سكري. هاي يعني الدوسيي اللي كي ديليكا الاصعب هو الاطفال. اصعب اصعب واحد راك تحكي في موضوع نتاع 660 الف دينار. هذا بالنسبه للسكري. بالنسبه للهدوء اقرب شويه فهمتني. يبقى قعدنا اول دوسيي تجبد سكري. السكري ديجي كي تجبد مع احتراماتنا للشيريجيان دام اكثر من 4 ساعات نحكي لك. انا عمري ما عملت نيكوسيسيون تاع 4 ساعات. عباره اوبيراسيون تاع وبديله انت ايش عندك انا واش ننجم انت ايش عندك لين لقينا حل بالتواصل مع اللاعب. فهمتني؟ اللاعب كو يقبل قال لي جو سوي داكور. خذ جزء من مستحقاته قد ايه؟ 70 80%. اخوي خذ جزء من مستحقاته قد ايه؟ 70 80%. بالنسبة لتوا باش ياخذوا للمحمد رسول الله جونفي معايا قلت جونفي جوان يا ربي باش ياخذوا في جوان ترونش اخر جوان ترونش هذاك اللي تخلف بالذمة معناتها نتاع 2018 2019 جوي دو سالير و دو سالير معناتها كي يولي يكمل القديم. واضح. بالنسبه للسكري الامور تحولوها لابس مع حفاظ حقوق نادي ريد ستريكس في اي تنقل للاعب. فهمت فيه بالنسبه لايدو. بالنسبه لايدو تو اللي دي خدانا دو سي سهل واضح دونك في بلين دو روندمون متخلف بالظن في 8800 دينار من 2018 19 سنه معناتها السالير نتاع من ديسمبر وانت ماشي تو ما يخافش اللي نادر بس فاسي قاد الوجه مع ايدو اللي استقبل له الوالد بتاعه اللي هو من نحن واضح ويستقبل له الزوج اللي مازال كي ولد مع عنده تاو الرياض وقت اللي جاه وجاب مارك مازال كي ولد ولا حبينا الطفل يبدا مرتاح في الانفيرونمون تاعو فاميليا واضح لهنا يا اخي الوالد بتاعه تاع مريض عنده قلب حاشاكم فهمتي ان شاء الله بس نادر الاسواسي قام بالواجب وحطه في الكلينيك وتابع في الحاله نتاعو ديجا هو باش يعمل اوبيراسيون. نكذبش عليك قال لي كان كونكريتنا نحب 4 صالير ونتخلف بالذنب. ما تناقشنيش هكاك ندخل معناتها الجيم ثم مونك اكسبيريونس حتى في المعاملات اتصل به اجون من انجلتير وقال لي نجيب لك دخلوا بعض مش صح معاها الكونترا من بعد الكونترا تبقى قلت له كيفاش عملت كيف انت لو 30 يبعث ميساج للخونا معز المسكين يعلم ان الاجون تاعو هو محمود يودين يعني ولينا في نفذوا في مشكل تاع مادي صح نفذوا في المشكل هذاك تحل المشكل هذاك هاي برشيه مكروه قال لي انا نحب راهو 4 صالير والمدخل بالظلم انا ندري هذا الشيخ شكاش مطلق ندفع المدخل بالظلم ما عاد الصالير ونستنى انا للشهر اللي بعد ونتقوموا له ونقوموا له بال ما عادش عندي وقت محمود لخص لي بالاي الساعه في الاخر اللي صار في الاخر ما قبلش لحد الساعه هذه حد 4 صالير ومع المدخل بالظلم ان شاء الله ان شاء الله غدوه من بعد غدوه النهايه نعاود نرجع لصفاقس ونحاول نحلوا المشكله ان شاء الله. شكرا لك محمود وديني وكيل عمل ثنائي كينغسلي سكري وكذلك كينغسلي ادو على كل هذه التفاصيل. الاخبار مع زميلتي صفيه وبعد مواصلين في فير بلاي حتى ال 15.